يا أستاذ، يعني تراجع القضية الفلسطينية في القرار العربي كما هو واضح، وكما كان يتحدث قبل قليل الأستاذ عبد الحميد من غزة، يعني هو نتاج أسباب عربية دولية إقليمية إلى غير ذلك، مجموعة من الأسباب. ولكن هنا أسألك تحديدا، ماذا عن حالة الضعف السياسي والوهن الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية، وربما افتقارها حتى لأدنى الأوراق، أوراق القوة القادرة على مواجهة إسرائيل؟ ماذا يمكن أن نقول في هذا الشق؟ طبعا السلطة الوطنية الفلسطينية، يعني دعنا بداية أن أقول لك، لما هي بدأت، يعني أيضا إضافة لما قال الدكتور خوجة الآن، نعم، أنه أحد خسائر القضية الفلسطينية هو خسارة الحاضنة العربية. القضية الفلسطينية كانت دائما موصولة بالحاضنة العربية، فلما ضعفت الحاضنة العربية أو الحاضنة العربية تركت وتخلت على القضية الفلسطينية بدأت تضيع. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني سأرد على سؤالك. طبعا أكيد الكلام هذا يعودنا أنه منظمة التحرير لما كانت في عدة دول العربية وخرجت من لبنان ثم انكفأت ثم تشرذمت ثم ابتعدت إلى تونس وغير ذلك من هذه الدول، فبالتالي أصبحت بعيدة عن فلسطين. ومنذ ذلك تدخل فعلا اليهود وحاولوا إيجاد يعني ناس بدائل للسلطة الوطنية الفلسطينية، لإيجاد سلطة يعني قبل أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية. لماذا؟ حتى تتخلص يعني حتى تتخلص هذا الكيان من عبء الشعب الفلسطيني كبلد محتل، يعني حتى يتهرب للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وغيرها. على كل، لما جاء البديل هذا في الأخير قبلت السلطة بكل الشروط التي أدرجت، حتى أنه في البداية يعني كما ذكر يعني الأستاذ، أعتقد ذكر النقطة هذه، حتى أنه في البداية كان من ضمن المفاوضات وشروط المفاوضات مع الرباعية العربية ألا يكون للسلطة لأحد من منظمة التحرير الفلسطينية حاضرا، يعني لا رئيس عرفات الله يرحمه ولا غيره، يعني هذا بالتالي أنه كان يريد أن يفاوضوا غير الفلسطيني على فلسطين. هذا منذ البداية، هذا الشعراوي وعبد الشافعي، نعم، هذا فيما بعد دخل، لكن في الأول كان مرفوض للأطراف العربية، في بعد نعم دخل على عبد الشافعي وحنان عشرو وصائب عرقات أيضا. طيب فيما بعد لما خشيت بعض أطراف منظمة التحرير صارت تقبل بأي مساومة، هذا بحد ذاته هذه كانت نقطة ضعف، أن نقبل بأي شيء. حتى أن رئيس عرفات لما سأل قالوا له يعني أنت وش تفعل يعني في غزة وفي أريحة، قال أنا أعطوني شبر ونقدر ندير أشياء كثيرة، لكن على الأرض الواقع هذا الكلام بعيد المنال يعني حقيقة، وهذا اللي الذي نراه. إذن منذ البداية كانت العلاقة غير متكافئة، وكانت علاقة تقدر تقول علاقة ابتزاز من طرف الكيان كأقوى، يعني على الميدان كان أقوى، فبالتالي السلطة كانت نتاج حالة ضعفية من البداية. طيب ولكن ما الذي يمنعها الآن هذه السلطة في فلسطين أن تستغل نقاط القوة في الداخل الفلسطيني؟ سأتي لك نقطة، سواء كانت من حماس أو من فتح أو من أطراف أخرى. سأتي لك نقطة. هذا انجر أنه اتفاقية، أنه مجموعة من الاتفاقيات عرفت باتفاقيات أوسط، اتفاقيات مبدئية، مجموعة اتفاقيات، هي ليست اتفاقية واحدة. في كل اتفاقية كان الجانب الاحتلال كان دائما أذكى بكثير جدا من المفاوض الفلسطيني في قضية حتى نزج الشروط والبنود في بنود الاتفاقية، فتجد أن السلطة الوطنية الفلسطينية تكبلت في كثير من هذه الاتفاقيات، فأصبحت كأنها محكومة، نعم، في داخل، يعني دعنا نقول في داخل بوتقة لا تستطيع أن تخرج من هذه البوتقة، وأنه الجانب اليهودي حاصرت نفسها، نعم، واستطاع الجانب اليهودي أن يحجز السلطة قانونيا ودوليا وسياسيا، فبالتالي كان له دائما الغلبة في هذا الميدان، وحتى عسكريا نحن معروف على الجانب الأرض العسكريا. هذا نتج ثم بعد الانقسام الحاد يعني في فلسطين أصبح في انقسام، فأيضا هنا الحاضنة العربية للأسف الشديد الدول العربية ساهمت في هذا الانقسام، بأن البعض تولى زمام بعض الحركات والآخر بعض الحركات، إذن فأصبحت الفجوة في داخل فلسطين أوسع، فأصبحت كأنه ثنائية القطبية في فلسطين، وثنائية يعني كأنه طيار يميل لاتجاه معين، نعم، وطيار يميل لاتجاه معين، والطيار اللي كان تميله السلطة الوطنية الفلسطينية هو الطيار الأكثر في المجموع العربي، وهو نفسه الطيار يعني الذي يمد يدا الآن، نعم. ولكن سؤال فقط قبل أن ننتقل إلى الدكتور خوجة، نعم، سؤال بسيط دكتور ناجي، يعني كنت طرحته على الأستاذ عبد الحميد من غزة وأعدت طرحه عليك ولكنك لم تجبني. سأجيب. هل على المباشرة حتى نربح يعني بعض الوقت، هل استثمرت السلطة الفلسطينية في عملية الآن أسميها تحديدا عملية سيف القدس الأخيرة شهر مايو المنصرم، التي ربما لا يختلف اثنان في العالم على أنها شكلت تحولا كبيرا في مجرى الصراع الفلسطيني؟ حقيقة السلطة الفلسطينية لم تستثمر في أي حرب من حروب غزة، لا في الأخيرة ولا اللي قبل، لأنه القبل كانت في مجازر حرب وكانت في تقارير، ومع ذلك لم تستثمرها السلطة بشكل يعني على الأقل بشكل، نعم، واضح. وحتى الحرب الأخيرة رغم أنه الحرب الأخيرة عادت موازين القوة، وعادت أنه حتى تحديد بنك الأهداف اختل، وحتى كل الموازين اختل، حتى أنه اليهودي بذاته أصبح يبحث عن علاقات تطبيع لتغطي على النكسة التي أصابته، ومع ذلك للأسف الشديد لم تستغل لا فلسطينيا ولا عربيا.
حتى من جانب لم تستغل الحقيقة، لم تستغل هذه النقطة، ولو أنها لو استغلت لكانت ربما فارقة في التاريخ في القضية الفلسطينية على الأقل. دكتور محمد.